فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وكذلك الوفاء لذوي العهود، الوفاء لذوي العهود، فيجب الوفاء لذي العهد في عهده، ويجب احترام دماء المسلمين ودماء المعاهدين. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن أو نفس المعاهد. نفس المؤمن، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا إذا قتله عمدا، أما إذا قتله خطأ ففيه ما في النفس المؤمنة من الدية والكفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.